فضيحة مكتملة الأركان، تلك التي خطط لها المخزن ونفذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإحكام شديد. الكاف لم تخجل من نفسها ولا من عشاق كرة القدم النقية عندما أعلنت عن معاقبة فريق اتحاد العاصمة بالخسارة أمام نهضة بركان بثلاثية كاملة من دون رد في لقائي الذهاب الذي لم يلعب لأسباب يعلمها العام والخاص. مسرحية هيئة باتريس موتسيبي الذي أصبح دمية الأقجع بامتياز لم تتوقف عند ذلك، بل تواصلت بتأكيد لقائي العودة في موعده المحدد، إضافة إلى رفع القضية للجنة الانضباط للهيئة القارية من أجل تسليط عقوبات أخرى على النادي الجزائري. قرارات تثبت للمرة الألف بأن الفساد أصبح ملتصقا بالكاف، وبأن المحكمة الرياضية الدولية التي قررت الفافا والاتحاد اللجوء إليها هي السبيل الوحيد لتمرغ أنف الهيئة القارية في التراب وإرغامها على إرجاع حق الاتحاد واحترام سيادة الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.